يشرفني أن أرحب بكم في هذا الجمع الذي نعرض فيه ونوقع اليوم قصة لقاء تاريخي بدأت خيوطه تنمو وتتشابك في صدر القرن العشرين على أديم مهجر الجارة العزيزة السنغال بين المشرق العربي والمغرب العربي، وخاصة بين موريتانيا والشام. تلكم هي سفارة الأرز التي تجسدت في الكتاب الذي نجتمع اليوم لتوقيعه. ثلاثة عوامل كانت وراء إنجاز هذا العمل المتواضع، وهي: أولاً، توثيق وتثمين الدور الرائد الذي لعبته الجالية الشامية عموماً واللبنانية خصوصاً برعيليها الأول والثاني في النهوض بالثقافة والأدب في موريتانيا، وفي العمل على خلق أسباب نشوء وارتقاء ورسوخ صرح الدولة الموريتانية، وذلك من خلال التنويه بالكيان الموريتاني الوليد والدعاية له في المشرق، ومن خلال دعم وإسناد وتوجيه شباب الستينيات الرائع. ويتم هذا التوثيق والتثمين حسواً في ارتغاء تأبين مستحق لفارسين من فرسان ذلك المهجر الكريم، ترجلا أخيراً في هدوء وصمت رحمهما الله، وكان لهما فضل كبير على موريتانيا. السبب الثاني: توثيق وتثمين الدور الذي قام به العالم الجليل والأديب والشاعر والباحث الشيخ المختار الحامد أبو الثقافة والبحث والتوثيق في موريتانيا الحديثة، فطالما غمط الرجل حقه وجحد فضله. وكم كنت سعيداً عندما قال لي أخي وصديقي ورفيقي الأستاذ الشاعر أحمد عبد القادر وهو يتصفح مسودة هذا العمل: أنت وحدك من أنصف هذا الرجل ووفاه بعض حقه. ثالثاً، وهذا مهم بالنسبة للحضور أو أكثر أهمية، تذكير الخلف الصالح والذكرى تنفع المؤمنين بالظروف القاسية التي اكتنفت نشأة الدولة الموريتانية بانتصاراتها وانتكاساتها وتعرجات مسارها المضطرب من يوم استقلالها في 28 نوفمبر 1960 إلى عرس التداول السلمي للسلطة يوم 11/2019، حين اعتقدنا أن سفينة الوطن قد نجت من العواصف واستوت على الجودي. وما كان للإيمان والصبر والصدق والقناعة والإيثار من مفعول سحري في ابتكار الحلول وتذليل الصعاب وقهر العقبات الكأداء، وذلك من أجل ترميم جدار الذاكرة الوطنية قبل أن ينقض، وذلك من أجل ترميم جدار الذاكرة الوطنية قبل أن ينقض ودحض محاولات تحريف التاريخ المشهود في سبل الهوى. فما ترونه اليوم أيها الشباب
فما ترونه اليوم أيها الشباب لم يحدث صدفة ولا طفرة أو يأتي من عدم، بل كان ثمرة معاناة كبيرة وتضحيات جسام تم نسيانها تماما، ونسيان جنودها المجهولين والمتجاهلين في خضم طغيان الفساد والعصبية والجهوية والإثنية والشرائحية وهول العولمة المقيتة. فاتقوا الله في موريتانيا وفي الإنسانية جمعاء، فاتقوا الله في موريتانيا وفي الإنسانية جمعاء، إنهما أمانة في أعناقكم فلا تضيعوا أماناتكم. لقد كان هذا مبلغ جهدي، لقد كان هذا مبلغ جهدي، وهو الآن بين أيديكم وملك لكم، ولم يعد لي عليه سلطان. ولي رجاء أخير ومنشد جدلا كقائد جدلا، شعرت بشيء فكونت شيئا بعفوية دون أن أقصد، فيا قارئي يا رفيق الطريق أنا الشفتان وأنت الصدى. سألتك بالله كن ناعما إذا ما ضممت حروفي غدا، تذكر وأنت تمر عليها عذاب الحروف لكي توجدا. سأرتاح سأرتاح، لم يكن معنى وجودي فضولا ولا كان عمري سدى، فما مات من في الزمان أحب ولا مات من غردا.